تعبان سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتشعبون فيه في طلب المياه، وقيل كانوا يتشعبون فيه للغارات، وقيل غير ذلك. لكنه في جميع الحالات ليس من الأشهر الحرم، لأن أشهر الحرم هي 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب. أما شعبان فليس من الأشهر الحرم، لكن فيه فضل عظيم. شعبان شهر يعني ترفع فيه الأعمال إلى الله، شعبان يستحب فيه الإكثار من الصيام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، رواه البخاري. وصيام شعبان أفضل من الصيام في الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده. ولذلك منزلة الصيام في شعبان بالنسبة لرمضان كالسنن القبلية بالنسبة لصلاة الفريضة، كما أن صيام 6 من شوال